بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. عندما يصبح الحذر هو أفضل ما نقدمه للأهلي الآن. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد جديد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 579. أفراح وانتصارات الأهلي تتوالى وتتواصل، ولكن مع كل هذه الانتصارات الكبيرة جدا وهذه الفرحة العارمة، الحذر واجب ومطلوب. خير يا باشمهندس؟ مش الحذر بس بالنسبة للماتشات، مش الحذر بس بالنسبة ان احنا نقول يعني النتيجة بتحسم مع صفارة النهاية. الإغراق في التفاؤل أو التشاؤم أمر غير منطقي ولا يليق بالنادي الأهلي، ولا يعني ولا هو مطلوب، ولكن الحذر ان انت بتستدرج الآن في مجموعة من الأخبار الكاذبة الملفقة. خلي بالكو ما تساعدوش الناس دي، ما تساعدوش الناس دي، ولكن عناوين هذه الحلقة مهمة. مقالي ومقاله والتعاون مع أهل الشر، الغربال لهذا هو أعظم ناد في الكون، بعظمة لسانه لو على الفار تعال نتحاسب، الشموع الحمراء مراد فهمي أهلاوي ساهم في نشأة الكاف، أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى المتنوع لحلقة النهاردة، إن شاء الله نتمكن من مناقشته مع حضراتكم، لكن البداية كما تعودتوا مقالي وما قالوا والتعاون مع أهل الشر. ده عنوانك وده قلقك وده تحذيرك. جدا جدا، مجموعة من الأخبار، أيوة، من كتر ما هي بتتقال ويحصل الهيصة عليها ورد وبتاع ولا إلها صدى عند جمهور الأهلي، أنا اللي عايش جوه المطبخ ساعات بتمخن، فببتدي ألجأ لكل مصدر في النادي الأهلي على كل خبر. طب وأنت المصدر بقى؟ والله العظيم ثلاثة، أنا لسه قافل مع يعني مع الناس اللي هي يعني مصادر القرارات، كل فات هي اللي هتكلف. أيوه، لا مصدر القرار قال في حاجة خالص في موضوع زيزو خالص. استناني، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الأهلي لم يفاوضه خالص. خالص، أنا أمير بكلمه قال لي ولا الهوا كابتن، معرفش الكلام ده جابوه منين. لا هو قال ولا احنا قلنا ولا في اصلا هذا الموضوع، وليس هذا هو الوقت الذي يمكن ان يصار فيه مثل هذه الامور الا لكان حد حدفها عايز يعمل مشكله، عايز يشعر الناس في ضيقها انها الاهلي بيعمل كذا وبيسوي كذا. لدرجه الانسان الحصيف الفيلسوف ايمن يونس يعلق على هذا الامر ولا اللي حفاظ لعيب تحفاظ لعيب، يا خليك انت رمانه ميزان دلوقتي، استقي الاخبار. انا ما عنديش مشكله كابتن ايمن تسالني وهجيب لك والله الخبر اليقين. يعني اصلا المسائل، هو انت لو عايز تتفاوض مع لعيبه هو يتفاوض مع لعيبه، ما هي المساله في الاخر بتبقى متاحه متاحه معلنه، بس ده لا توقيتها ولا زمنها ولا ينبغي ان تكون الان في اي حاجه. الزمالك عنده ظرف بيسيطر عليه، خلاص لازم نقف بعيد، ناخد خطوه لورا وما لناش دعوه، ربنا يوفقهم باذن الله. لكن مفيش حاجه مني خالص مثلا، يعني ده واحد من الامثله يعني، وهكذا يعني. عند سالني مروان محسن، فجاه الكابتن محسن صالح مدير او رئيس لجنه التخطيط قال ايه؟ بيوصي بعدم تفعيل عقد مروان الجديد. هو لما يتقال الكلام ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه إثارة مشكلة بينك وبين فيرويد في توقيت مهم، في توقيت مهم، وأصبح النهاردة ما فيش غيره هو وصلاح محسن وأحمد ياسر، يعتبر وأحمد ياسر اللي هم لسه راجعين للفريق، وأحمد ياسر ما أنتش عارف هيعار تاني ولا لسه. طيب فأنت هنقول يعني، فأنت هو بيصار الكلام ده ليه؟ لما يثار على صفحات الاعلام نقول صحافه بتجتهد وبتعمل يعني عناوين جاذبه،
لما يبقى في المعسكر الاخر نقول عايز يصدر لك مشكله، لكن لما يتلقفوا الاهلاويه عشان كده بقول لك احذروا. انت افضل ما تقدمه للنادي الاهلي الان يا اهلاوي يا مخلص يا حبيبي الاهلي هو الحذر. لا يمكن ان يكون علاقتك باي عنصر من عناصر اللعبه في النادي الاهلي كده مهما كان مهما كان. الناس دي بتؤدي وبتخلص وبتحاول وربنا يوفقها احيانا ولا يوفقها احيانا اخرى، وهنفضل نعمل كده. مش معقوله يعني، هو ما حدش عاجبنا ليه؟ مش كلنا يعني، جزء مننا حدش عاجبه. اه عايز الافضل للاهلي، بس مش معنى كده ان احنا نتعامل بالباصه والهمسه واللمسه. حتى لو بالفطره، انا اذكر في الستينات يا استاذ ابراهيم كان الشيخ طه هو هداف النادي الاهلي الابرز، وبدايه السبعينات الستينات، لانه السبعينات ما كانش فيه ستينات ف جات له فتره زي كده وطالت معاه الشيخ طه اسماعيل. طبعا وهو نفسه طلع قال انا منتظم في التمرين، انا بعمل كل اللي عليا ويغيب عني التوفيق، ولكن ما كانش فيه سوشيال ميديا تقعد. فالمهم تجاوز الفتره دي ورجع ثانيا مره اخرى يتالق ويصبح هدافا ويصول ويقول، وهو واحد من اهم وعماد متعب خصمته شويه، خصمته كتير لدرجه ان يعني كانت ناس كتير برضه بتامم عليه. ايوه لكن رجع تاني وعماد متعب اخطر الفرق. وفي حاجه زي عماد متعب صحيح ها صحيح في الاول وفي الاول هذه المساله. هو انا بجيب الجول ليه؟ نتيجه عمل جماعي او فردي بقى، اذا كنت انا بشوط من بره او يعني، لكن 75% من الاهداف هو نتيجه عمل جماعي. طب لما يكون السيستم بتاع الفرقه شغال، يحضرني هنا الاستاذ محمد سيف كان بيتكلم على الماتش بعديه فبيحلل، فالمذيع بيقول له ايه رايك في مصطفى محمد؟ قال له يعني هو مصطفى محمد جات له حاجه؟ هو طريقه اللعب كان في عرضيات؟ هو مصطفى محمد هو اضطر يلعب انه يبقى في جزء من اداءه انه هو المحطه وعملها كويس قوي. طب ما نروح بقى للحته الثانيه في مروان محسن، وهو امل مصر. كل ما تيجي سيره مصطفى محمد هو امل مصر، اصبح هذا اللقب لصيق به. فانت بتحلل له بتبرير نفس الاداء ونفس هناك ينقل على مروان محسن ونفس الظروف، هل جات له حاجه؟ طب ما هو محطه، يقول لك كفايه محطات. مش الاستاذ محمد، انا بتكلم المعنى الدارج، المعنى انا لما اخد دي واطبقها على دي هي الظروف المباراه بتؤدي. طيب هو انا يعني في ماتش الاتحاد مبكرا جدا اطاح بفرصه، هو ما فكرتش للحظه ان انت عامل في دماغه ايه؟ هو مروان محسن لو هو يعني واخد الثقه قوي هيلعبها يوجهها مش هيشوطها. الكوره دي مش هتتشاط وتعلى فوق العارضه، انما هو قال لك عايز العبها بمنتهى القوه، لو لبست بين الثلاث خشبات جون 100% حتى لو جون راح لها. ايوه اذا انت بتلعب تحت ضغط بياخد جزء من فكرك اللي هو فيه الابداع. المهاجم هو لاعب مبدع بيقعد يفكر معركة بينه وبين مساحة ضيقة اللي هي المرمى في لحظة فراكشر في سكند جزء من الثانية، وحارس مرمى مع مجموعة من اللعيبة بتضايقه. كل العوامل دي حتى يا جماعة والله الانفراد اللي كان أظهر الانفراد صعب الانفراد صعب، ولذلك كان فايس هيقول كده، يقول انتوا بتحاسبوا اللعيبه على القرار السهل مع انه هو اصعب قرار، لان انت شايف ان لازم 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 تيجي جون، مع انها برضه معركه بينك وبين الجون، هو بيفكر انت بتفكر ازاي وبيحاول ان هو يسد الثغرات عليك وانت بتفكر ممكن تفضل تفكر لما تلاقي نفسك في حضنه. طيب اللي عنده خبرات زي محمد رمضان انت فاكر كان يعملها ازاي؟ اي يقول لي انا كنت على المغمض اعملها بسرعه كده قبل ما الجون يلحق خلاص هو تراكم. هذه خبرات وهذه موقف، فارجو ان احنا نترفق باللعيبه. طيب اذا مروان محسن لا صحه على الاطلاق خالص للشائعه الكاذبه المفتريه العجيبه الغريبه
اللي عرضها بعض المواقع وتداولها الكثيرون. طب ازاي؟ انه قال ايه؟ الكابتن محسن صالح بيوصي بعدم تفعيل عقد مروان محسن. طب الرد جه ايه من النادي؟ تفعيل هو اوكي اتفعل بدليل انه اتسجل. هو مروان محسن اتسجل ليه في القايمه الجديده؟ وفي الافريقيه؟ ما هو في الافريقيه ده متسجل على قديمه، بس متسجل في القايمه الجديده اللي لعبت مباراه الاتحاد في كاس مصر. ليه؟ لانه موجود في القايمه الجديده اللي اتبعتت للاتحاد. وبعدين لانه عقده متفعل وشغال. كانك تقعد تنتقد، ما تبوخش. بقول لك انا لو ابنك في الثانويه العامه وانتوا عايزه يذاكر بطريقه معينه، هو بيذاكر بطريقه مختلفه او ما بيذاكرش. لا فضيت والله ما انت فالح، والله ما انت فالح، والله ما انت فالح، مش هيفلح. طيب اليو ديانج اليو باجي لسه ما تمش حسم امر انتقاله خارجيا. هو عنده حاجات بس طبعا لسه، ما احنا لسه سائلين في النادي ولسه صالح جمعه. وانا بقول لسه سألني هيقول لي ما انت المفروض تعرف. انا بسال على اخر حاجه قبل ما اخش البرنامج. اخر مستجد صالح جمعه خلاص خد الاستغناء وسيراميكا كلوبات، ربنا يوفقه وارجو ان هو تبقى فرصه انه يبتدي بدايه جديده. احمد الشيخ، احمد الشيخ كان الاهلي جايب له حاجه في تشيكوسلوفاكيا، هو ما حبش في التشيك، ما حبش انه يطلع بره، وهو منتظر. واحنا يعني خلاص احنا انت خدت قرار مدروس. احمد الشيخ لاعب مميز جدا، لكن ما يقدرش الكابتن احمد الشيخ يقول انا ما خدتش فرص. اكتر سنه لعب فيها احمد الشيخ السنه دي، مع كل المدربين اللي جم. تمام. فهو احيانا اسلوب اللعب، هو لعيب مهاري طبعا، لعيب عنده رؤيه مؤكد، لكن اسلوب اللعب قد تكون تناسب لاعب او لا تناسب لاعب اخر. تمام. اذا كل التحذير من التعاون مع اهل الشر، ما تخشوش معاهم في الحته دي. خلاص احمد الشيخ يروح مطرح الحته اللي فيها مصلحته، هو ده العدل. اهل الشر يا الناس اللي بتنثر الشائعات وبتحاول، وهو شائعات انت ليه تذكر شائعات دلوقتي؟ اللعيب ده خلاص النادي الاهلي اتفق معاه بالتراضي، والراجل طلع قال كلمتين محترمين، فربنا يوفقه. وانت عارف انت بتعمل ايه، وخلاص على كده. طيب على ذكر الكابتن محسن صالح ولجنه التخطيط، الحقيقه لفت نظري تويته كاتبها الكابتن محسن، ويبدو انه استعاد العلاقه الجميله بتاعته مع الكتابه. كابتن محسن صالح اشتغل بالصحافه على فكره فتره في اخر ساعه. قال الكابتن محسن صالح: في الموسم الماضي حقق الاهلي اصعب بطوله دوري بفريق جريح، وهذا الموسم فاز الاهلي بالبطوله بسهوله وبشكل مريح، وبالكاس السمراء اللي كانت دايما مطلب شعبي واضح وصريح. جمهور الاهلي بينادي وبيدعي ويقول تسابيح، كاس مصر يا بيبو والسوبر وبدون ترجيح. يعني احسب في الوقت الاصلي. هو طبعا لو دخلت في الترجيح بقى كل شيء متاح، كل شيء متاح. نتمنى، بصوا يا جماعه هنتكلم فيها تفصيلا بعد كده. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل علشان خاطر المهندس عدلي هنحط حاجات كتيره في الغربال. اهلا بحضراتكم من جديد. السبت ان شاء الله الساعه 8 في استاد الجيش في برج العرب نهائي كاس مصر، نهائي الموسم الشاق الطويل جدا الاهلي وطلائع الجيش، والبحث عن الثلاثيه الحمراء هذا الموسم باذن الله، كما بداها ببطوله السوبر ينهيها ايضا باذن الله ببطوله الكاس والسوبر. الاهلي النهارده اختتم تدريباته في القاهره وسافر للمبيت في الاسكندريه. بيتسو موسيماني واخد معاه 22 لاعب، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بنون المدافع المغربي الجديد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وايمن اشرف وحسين الشحات والسليه وصلاح محسن وقفشه ومعلول ونصر ماهر ومحمود وحيد واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني. وطبعا محمد شريف بعد ما ثبتت عينته سلبيه والحمد لله تشافى وتعافى، لكن النتيجة الإيجابية لمساحات كورونا مستمرة مع وليد سليمان وديانج وأحمد ياسر ريان، الثلاثي في العزل المنزلي والعلاج، والفريق في أفضل استعداداته يا باشمهندس. يتدرب بكرة في اسكندرية وإن شاء الله المباراة 8 مساء السبت. ربنا نجينا من أي أمطار ونقدر نلعب على الملعب ده مرة وهو يعني بحالته، لأن ده الحقيقة بيؤثر على الناحية الفنية. أيوه. وهو اللي بيتأثر بيه أكتر الفريق اللي هو يعني عنده مهارات، عنده يعني اللي بيعتمد على إن الكورة تبقى على الأرض، اللي بيعتمد الكلام ده
لانه بيغير لك اسلوبك يعني. الملعب لما يكون غارق او كله حفر او في حته مبلوله او حته ناشفه بيغير لك اسلوبك في اللعب. اضطر تلعب كره فوق الارض وبيغير لك المفهوم بتاعك. ربنا يعني يخلي الملعب ده كما رايناه اول مره ان شاء الله. لجنه الحكام الرئاسيه لم تعلن بعد عن طاقم التحكيم اللي هو هيكون مصري لاداره هذه المباراه، لكن اذا كانت دي دفتر احوالنا هناك كلام كثير في الغربال. الغربال ولهذا هو اعظم نادي في الكون. الشعار الجميل اللي جمهور الاهلي رفعه وكاتبه في وجدانه الاهلي اعظم نادي في الكون، هنقول لكم دلوقتي بالارقام والحقائق ازاي هي حقيقه مش مجرد شعار. لكن الاستعداد لثلاثيه الموسم ان شاء الله في هذا التقرير الصوتي. لأن الأهلي دائما كبير، وكبير العائلة الرياضية في مصر وإفريقيا يبحث دائما عن البطولات. فبعد التتويج بدور أبطال إفريقيا منذ أيام قليلة بالفوز على الغريم التقليدي الزمالك، ومن قبله التتويج ببطولة الدوري للمرة 42 في تاريخه، يبحث عن الجمع بين الثلاثية بعد 48 ساعة في المباراة النهائية لكأس مصر أمام طلائع الجيش. الثلاثية أصبحت حلماً يراود كل أهلاوي يعشق أن يرى فريقه على منصات التتويج وليس غيرها، لا سيما في ظل حالة النشوة التي يعيشها الفريق بتتويجه باللقب الإفريقي التاسع محلقاً بعيداً عن كل منافسيه. الأهلي دائماً ينظر إلى الأمام وينافس كبار العالم، ولم لا؟ فقد حقق الثلاثية من قبل مرتين، الأولى موسم 2005-2006 عندما توج بدور أبطال إفريقيا 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي، قبل التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين تحت قيادة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه. وواصل الأهلي مسيرته الأسطورية تحت قيادة جوزيه وحافظ على ألقابه الثلاثة في الموسم الحالي بعد تتويج جنوني بلقب دوري أبطال إفريقيا 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، قبل التتويج باللقبين المحليين في موسم 2006-2007. ولكونه الأهلي احتفت الصحف والمواقع بتأهله إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، وقالت الأخبار بطل الدوري في نهائي الكأس، فيما وصفت الأهرام المسائي الأهلي بالنوة التي ضربت زعيم الثغر لتسير في طريقها إلى الهدف المنشود. فيما قال موقع اليوم السابع روح إفريقيا تصعد بالأهلي لنهائي الكأس وتضرب موعداً مع الطلائع، ليؤكد معه الوطن سبورت على تلك الروح الإفريقية وقال احتفالات أبطال إفريقيا مستمرة، الأهلي يقتل الاتحاد ويتأهل لنهائي الكأس. وتغنت المواقع بالروح العالية لدى الأهلي الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز غال وثمين، وقال في الجول بالفيديو بهدف في الوقت القاتل، الأهلي يقلب الطاولة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر، ليستكمل بتلك الروح أفراحة مثلما قال يلا كورة، الأهلي يستأنف احتفالاته بإزاحة الاتحاد عن طريقه إلى نهائي الكأس. أهلا بكم. أعظم نادي في الكون هي حقيقة ولا تباهي وتفاخر؟ في ابن عزيز أستاذ إبراهيم من ولادنا اللي على السوشيال ميديا المجتهدين جدا عمل إحصائية عجبتني، خدتها بعتها لك، عجبتك حطيناها لكم النهاردة عشان تعرفوا إن كلمة أعظم نادي في الكون هي ترجمة لإنجازات وليست قاعدة تباهي وتفاخر. كل البطولات اللي دخلها النادي الأهلي منذ نشأته هو صاحب الأرقام القياسية بتاعتها. حاجة كده حصلت على مستوى العالم في كده يا أستاذ إبراهيم؟ كل بطولة يشارك فيها ياخد رقمها القياسي. كل بطولة يشارك فيها يحقق الأرقام القياسية بتاعتها.
حاجه ظاهره، هو اعلى حد يفوز بيها. اه ولذلك لما بتقال اعظم نادي في الكون لانه هو الوحيد اللي بيعمل دي، اللي يقدر يعمل دي او عملها. احنا بنتكلم على نتائج، بنتكلم على حقائق، بنتكلم على واقع وليس وجهات نظر. هستعرض معاكم الاحصائيه اللي ابننا ده عاملها، وباذن الله هي يعني احنا شيكنا عليها من مصادر اخرى طبعا فيها دقه بنسبه عاليه جدا. هو قسمها بطولات محليه، بطولات قاريه، بطولات عربيه. طيب في المحلي النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي 42 لقب في الدوري، في الدوري. يمكن اللي بعديه الزمالك 12 لقب، وبعد كده ياتي الاسماعيلي والترسانه وكده. اللي حصلوا الدوري المحله مره والاولمبي مره والترسانه مره بالمسمى بتاع الدوري العام، غزل المحله والاسماعيلي والترسانه والمقاولين والمقاولين والزمالك. الزمالك بقى 12 مره. الاولمبي طبعا، والاولمبي مع سليمان عزت كان عامل فريق مرعب. اذا في بطوله الدوري الاهلي صعب رقم مش قياسي يعني اعجازي. اللي حصلني كسر. طيب كاس مصر، منذ نشأة كاس مصر 36 لقب، اقدم بطوله على فكره في المسابقات المحليه في افريقيا تقريبا. طبعا ما هو موسم 22 23 يعني سنتين ونحتفل بمئويه الكاس. ما هو النادي الاهلي هو مصر هي صاحبه اعرق دوري يعني في افريقيا. فالاهلي عنده كام كاس؟ 36. 36 ده هو رقم قياسي، وهو رقم قياسي. احنا ما عملناش جدول مقارنه عشان مش معنيين احنا بالمقارنه باي حد تاني. احنا بنقول دلوقتي ارقامنا القياسيه. الاهلي ينافس الاهلي في هذه الارقام، يعني عندما يكسر النادي الاهلي رقم بيكسر رقمه كمان، ثم رقمه. ثم رقمه يعني رقمه. الاهلي واقف ورا منه اربعه اهلي. السوبر المصري 11 مره، رقم قياسي. دوري منطقه القاهره 15 مره، رقم قياسي. يعني حتى في القديم والجديد، ما انا بقول لك منذ نشاته اهو. كاس السلطان حسين 7 مرات، رقم قياسي. اي بطوله يشارك فيها الاهلي يفضل هو الالفا. في بطولتين اتعملت مره واحده، الجمهوريه العربيه المتحده والاهلي، احنا جبنا لهم الكاس هنا، الحاجه التحفه التحفه الفنيه. اتلعب مره واحده، خدها الاهلي. خدها الاهلي، كان بين بطل سوريا وبطل مصر الشمالي والجنوبي، وخد النادي الاهلي في النهايه ب5-0. طيب كاس الاتحاد المصري التنشيطيه، عملوا بطوله تنشيطيه مره كده برضه في 90 لما المنتخب راح كاس العالم، الاهلي اللي خد. وما اتكررتش. ودي بطوله كانت لاغاء الدوري، وكان وبرضه الاهلي بديله. طيب البطولات يعني في كل البطولات المحليه يا جماعه، كل بطوله الاهلي شارك فيها بقى هو رقم واحد في مرات الفوز بيها، وده مش موجوده لاي فرقه في العالم. البطولات القاريه بقى، البطولات القاريه يا شباب اكتبوا ورانا، دوري ابطال افريقيا التاسعه يا اهلي، دي التاسعه وجات التاسعه، وجات التاسعه وضع 3 بفعل فاعل، كان هيبقى رقم غير مسبوق، وكان هيبقى مشاركه في بطوله الانديه اللي هي احنا نمره 2 فيها. بعد اوكلاند في الاوقيانوس مفيش غيره تقريبا، لكن في افريقيا لا، في غيره وغيره وغيره، بس الاهلي بيعمل كأس السوبر الإفريقي. السوبر يعني 9 مرات لدوري الأبطال، رقم قياسي. طيب السوبر الإفريقي 6 مرات، هو المفروض إنه شارك 8 مرات، خد 6 مرات. ولا أكتر من 8 يعني، ما أعرف، إنما 6 مرات هو رقم قياسي يخص الأهلي. ما هي قبل كده البطولة مستحدثة. أولها كانت 94 الكونفدرالية. اشتركنا مرة خدناها. أبطال الكؤوس 4 مرات، وده رقم قياسي. طبعا الزمالك خدها بعدين، بس انت رقمك القياسي فيها عدد مرات الفوز بيها يشاركنا فيها الزمالك. الزمالك خد دوري الأبطال فيها ساعتها. لا أبطال الدوري انا بتكلم على الكونفدرالية. احنا خدناها مرة وزمالك مرة. الكونفدرالية اشتركنا اكتر من مرة وخدناها مرة. بس كنا أول فريق يدخلها مصر. أول فريق دخلها مصر. برضه ده إذا كان يعني عايز تعتبره سابقة ريادة. كأس أبطال الكؤوس
اللي هو القديم بقى على قديمه. ايوه. اربع مرات وده رقم قياسي وانت محتفظ بالكاس عندك. الكاس الافرو الاسيويه مره. ده مش رقم قياسي. الزمالك عنده لقبين. عنده لقبين. والبطوله وقفت يعني البطولة لو كانت كملت. فانت ده رقم قياسي. انت بعد كده لم تشارك لاعتذارك عن البطولات. طيب البطولات العربيه كاس العرب اللي كل المرات اللي شارك خلي بالكم يا جماعه ما هو الاهلي مش منتظم في البطوله العربيه ممكن تلاقي انديه هنا انا بتكلم على المشاركات اشترك اكسب البطوله العربيه للانديه ابطال الدوري مره ابطال الكاس مره كاس السوبر مرتين مجمل بقى ده الرقم الرقم بقى الايه اللي فيه تقيله بقى 139 بطوله 139 بطولة متنوعه وده رقم قياسي عالمي منهم 100 البطولات المحليه 113 بطولات قاريه 21 ال 139 بطولة متنوعة دي يا باشمهندس رقم قياسي لوحده رقم اعجازي رقم اعجازي 138 ببطولة 39 ما هو بقى 39 دلوقتي ايوه ما هو اللي عمل الاحصائية دي عملها قبل الماتش بطولة هو كمان مع يعني هو لما تضيف على البطولات اللي احنا قلناها البطولات العربية أربعة توصل ل 139 بطولة طب على مستوى العالم بقى في الوصول الى كاس العالم للانديه قلت لك احنا رقم اثنين. طب في اكثر الانديه حصولا على الالقاب العالميه احنا رقم اثنين بعد ريال مدريد يا رب نقدر نكسب السوبر ونقرب منه لان انت عايز تعلق فيه حاجه هقول لك حاجه مهمه الاهلي نادي القرن في افريقيا 139 بطوله على مستوى العالم رقم اعجازي هيكون النادي الاهلي هذا الاعظم اعظم الانديه في الكون اللي بيلعب كره قدم رقم واحد فيه النادي الاهلي المصري ب 139 بطوله متنوعه استعرضها معاكم الباشمهندس عادل. لكن لما حبوا يفصلوا القرن ال 21 لوحده احنا اولاد النهارده واعتقد ميرور الانجليزيه كانت اهتمت بده هو ايه كشف حساب الانديه ايه حساب الانديه في القرن الجديد بمناسبه مرور 20 سنه على بدايه القرن؟ الاهلي المصري رقم واحد على مستوى العالم بقى. على مستوى العالم في القرن في ال 20 سنه اللي في القرن الجديد في كل البطولات المتنوعه الاهلي 43 بطوله بايرن ميونخ 40 بطوله ويتوالى بعد كده لغايه ال 12 هتلاقوا برشلونه عنده 34 بورتو عنده 33 ريال مدريد عنده 30 الاهلي الاول عالميا في كل بطولات كره القدم في ال 20 سنه الاولى من القرن الجديد. طب انت نكشتني في حته القرن ال 21 دي علشان كل الجدل الذي اثير في البطوله اللي فاتت كان اثير على المعايير. طب في القرن ال 21 هو ايه المعايير اللي بتطبق؟ ما هي نفس المعايير. ومحدش قال ان المعايير دي لانه مش لاقيين فرصه لان الاهلي شارخ عارف الاهلي شارخ لغايه فاذا المساله مش مساله معايير مساله مناهده فانت مساله انك دي القاب دي عدد الالقاب يعني انت خلاص بعد المعايير الجديده بقى خلاص دي عدد الالقاب انت بتتكلم في عدد الالقاب احنا بنتكلم بقى اللي خد باله بقى على المعايير الجديده مفيش طيب. الاهلي المهندس عادل قال لكم الاهلي شارخ بعيد لما اضيفت الالقاب القاريه بقى الأكثر تتويجا في البطولات القارية بين أندية القارات المختلفة. الأهلي بينافس مين؟ زي ما الكابتن الخطيب قال للعيبة من كام يوم في حفل التكريم، خدوا بالكم إحنا بننافس ريال مدريد. خدوا بالكم دي قيمة الأهلي ودي مكانة الأهلي. الأهلي باللقب الأخير بقى عنده 21 لقب قاري في تاريخه. 21 لقب قاري في تاريخه. يا جماعة شوف الأندية اللي بعديه. ريال مدريد 26. شوف اللي بعديه. اندبندنت الارجنتيني 18 هتلاقي الميلان 18 بوكا جونيور الارجنتيني 18 ليفربول 14 بايرن ميونخ 13 لا برشلونه 17 برشلونه 17
شايفين القايمة العالمية لأكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية حتى الآن على سطح البسيطة، مخلية الأهلي رقم 2 بعد ريال مدريد. ولذلك لما تقول اسم الأهلي على المستوى العالمي في صدى، في ناس متابعة الكلام ده. هو أنت النهاردة مؤكد إن الأندية دي كلها بص على الأهلي، اللي عايز يلحقه واللي عايز يسبقه. طيب شوف المهندس عادل قال لكم ايه، شوفوا على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي وعلى الاقليم الافريقي وعلى كل محيطك زهو الناس وفخر الناس وسعاده الناس بالنادي الاهلي. ده ما عادش غنى ولا عدد شعارات ولا شيفونيه حتى من قبل جماهير الاهلي. هي دي مكانه الاهلي اللي ليكوا كل الحق ان انتوا تفخروا بيها وتسعدوا. بصوا على كل الاشقاء العرب في كل استوديوهات التحليل وكلامهم عن النادي الاهلي. شوفوا فتح المولد التونسي بيقول ايه، يقول لك شهر عسل قضيته مع تاريخ الاهلي وانا بقرا عنه، بقيت سعيد وفخور ان في الوطن العربي قيمه كبيره اسمها النادي الاهلي المصري. وبعدين قال لك مين يقرا تاريخ الاهلي وما يعشقوش؟ وما يعشقوش. حتى المحلل المغربي الاستاذ ربيع العفوي بشكل عفوي بقى قال بشكل إيه؟ عفوي. نشوف رايه في الاهلي. شاهدنا ملخص المباراه وكما ونؤكد دائما ان الزمالك المصري كان قدم مباراه كبيره جدا، ممكن كان الافضل كابتن ربيع العفوي فنيا في هذه المباراه، ولكن ما يسمى بروح الفن الحمراء او خبره الاهلي المصري في المواعيد الكبرى اعتقد حسمت الموقف واحدثت الفارق في هذه المباراه. ويجب ان نتكلم عن معطى مهم، نتكلم على لاعب قادر انه يلعب في نادي، بالمقابل هناك لاعب قادر انه يلعب في نادي كبير، معناته نادي كبير، نادي ألقاب حتى لو ما يكونش في يومه، قادر على أن الفريق أو المجموعة تحسم نتيجة المباراة أو تحسم اللقب. وأعتقد بأنه هذه تسمى هوية، هوية الأندية الكبيرة التي دائما تلعب على الألقاب. الأهلي لما وصل النهائي سواء ضد الوداد أو ضد الترجي لم يعتبر بأنه كان إنجاز، وحتى بالنسبة للمنتخب المصري لما وصل النهائي 2017 ضد الكاميرون تحس بأنه الكل يتحسر رغم وصوله إلى النهائي، معناته أن اللقب هو المطلب الهدف الاول والاوحد بالنسبه ل يعني الجماهير وبالنسبه لكل يعني محيط الكره المصريه. وهنا تتكون بكل تاكيد شخصيه اللاعب لما يكون محيط بهذه العقليه، رغم انه يكون لاعب لم يترعرع في الفئات السنيه ياتي، واعتقد بانه ينخرط في هذه العقليه، ينخرط في هذه يعني العقليه لا مجال للنتائج أو لوصول إلى أبعد الأهداف. الهدف الوحيد هو الفوز باللقب، وهذا شاهدناه. الأهلي لم يكن في فورمة كبيرة، أغلب لاعبين اللي ممكن انتظرناهم أنهم يكونون في ذلك النهائي لم يكونوا بالمرة، وبالتالي أعتقد بأنه في بعض فترات قوتهم وأعتقد استطاع أنه يسجل هدف من اللاعب أفشة الذي صراحة تكلمنا عليه ممكن من قبل، والذي تطور وأهدى لقب غالي جدا. ذكرني هذا يعني اللقب بلقب 2006 ضد النادي الرياضي الصفاقسي. شكرا جزيلا. صحيح. اعتقد الصفاقسي كان مسيطر، كان جيد، كان كذلك، ومن كره ابو تريكا استطاع ان يسجل الهدف، وبالتالي تقريبا تلاحظ يعني هي مقاربه ما بين المباراتين اللي انا استحضرتها لما الاهلي حسم اللقاء. هي رؤيه من حد في المغرب، ناقد كبير قاعد في استوديو بيقول لماذا يتفوق على انديه شمال افريقيا اللي هي المنافس الحقيقي على، بتشوف انت ترتيب يزاحمهم مازيمبي، لكن شمال افريقيا لماذا؟ لخصها في كلمه اللي احنا بنقول شخصيه الاهلي، هويه الاهلي. هذه الهويه التي ينقلها الى اللاعبين هي هويه تسعى الى الفوز. ايا كانت ظروفك صعبه ولا سهله، المستوى في عز توهجه او لا، يا بتوصل النهايه بتاخد اللقب. هذه الهويه بتخلي شخصيه اللاعب ينخرط يا استاذ ابراهيم بلفظه في هذه المجموعه، وتتكون شخصيه البطوله، السعي الى البطوله. فهو شايف ان شخصيه النادي الاهلي، واللي احنا بنقول بقى هذا تراكم عبر سنين، هي شخصيه ما بتجيش كده. ايوه. وبعدين بتشكل ميراث
لا يمكن الفرار منه والفكاك منه. يعني تبص تلاقي كل جيل لازم ينقل هذه الهوية للي بعديه. أنت محاصر بهذه الهوية، ليس لديك طرف التفريط فيها. عشان كده بقول لأولادنا، والنبي يا جماعة أنتوا حبيتوا الأهلي لأني لقيتوه في عبر السنين دي كلها في ناس شايلة همه عشانكوا. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، غاية العمل في النادي الأهلي الجماهير، ولكن ليس صحيحا أنه ملك لأحد. مفيش، لا صالح سليم قالها ولا حد قالها، ولكن هو بيلعب ليه؟ عشان جمهوره، عشان يسعد جمهوره، عشان يكتر جمهوره، عشان جمهور يلتف عليه ويكتسب من شخصية الأهلي شخصيته، ويتبادلوا العطاء هما مع بعضهم. عايزين هذا التبادل، كل واحد يلعب دوره، ما نقعدش ننتقد في حاجات ما انتوش أدرى بأسرارها داخل النادي الأهلي. معلش الكلام ده هيعجب معظم الناس، في ناس مش هتنبسط، بس فكروا فيه عشان نبقى موضوعين مع بعض. تعالوا نخلي بالنا، حد عايز يستدرجنا ان احنا نقعد ننتقد وخلاص. خليك ورا الاهلي لانكم لقيتوه كويس وهيستمر كويس عشان انتم بتدعموه. ادعموا الاهلي ابراهيم، ادعموا الاهلي. وبعد الفاصل هنقول لكم هو ليه كمان اعظم نادي في الكون. رجعنا لكم ومعانا مجموعه من الشهادات، شهادات مش الشهادات الثانويه العامه، ناس بتشهد للاهلي. العفوي شفناه قال ايه، وهو مغربي يعني، كان يعني هو المنافس لحد اللحظات الاخيره للاهلي والزمالك في بطولات افريقيا. مجموعه من يا استاذ ابراهيم الشهادات لكبار الكتاب في مصر والوطن العربي. ابتدي من مصر. في مصر كتب الاستاذ سليمان قناوي رئيس تحرير اخبار اليوم السابق، كتب مقالته في الأخبار بعنوان الفرح النبيل. بيقول الأستاذ سليمان قناوي: أخلاق الفرسان النبلاء ظهرت بوضوح في تعليقات المدير الفني ولاعبي ومسؤول النادي الأهلي على النصر الذي حققوه بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. لم تنسي نشوة التتويج الجميع عدم الخروج عن النص. اعترفوا أن النصر جاء لاحترام موسيماني واللاعبين لنادي الزمالك، كما أثنوا على أداء غريمهم. الفرح جاء نبيلا بلا استعلاء أو هستيريا، وكان مضبوطا بقيم وأخلاقيات النادي الأهلي، فلم نسمع في كل التصريحات لفظا نابيا أو سبا لأحد أو تقليلا منه أو تندرا عليه. أتحدث عن المسؤولين وليس المشجعين. وظن البعض أن الفرصة جاءت على كأس من ذهب لرد الصعصعين لكل من تهجم على الأهلي. كم من حجر ألقي على قيادات النادي ولاعبيه، فما كان منهم إلا أن راكموه ليصعدوا بالانتصارات فوقه، فتطاول أعناقهم برج القاهرة جار استاد التتش، ويتخذونه لبنة لبناء فرع جديد أو إجراء توسعات بفرع قائم. ومع كل اختيار لمدير فني أو التعاقد مع لاعب، كان التجريح ينهمر على اختيارات الأهلي، فضلا عن النصيب الوافر من السب للكابتن محمود الخطيب، لاعب سابق بنادي الزمالك راهن بخروف على هزيمة الأهلي أمام الوداد المغربي وتمنى هزيمة نادي بلده لأن فوز الأهلي بعكننه. رمى الأهلي كل ذلك وراء ظهره وانشغل بالرد في الملعب وبالإنجازات. زعموا أن الأهلي في ورطة بعد رفض فايلر إكمال التعاقد، فتدارك الأمر سريعا وأنهى عقد فايلر صباحا وأحضر موسيماني خلال 24 ساعة. صم الأهلي أذنيه عن كل الإساءات وركز على الأفعال، فكان الاحتفال النبيل. بص، أنت قريت أهم الجمل، لكن في جملة هو كتبها عن التنمر بقى. الناس اللي بتقول بتتنمروا بفلان واستاءوا جدا، ومنهم نقاط كبار يا أخي. لما حصل تهكم على الكابتن حسين الشحات وعلى اسمه لم ينتفض احد. دي ما كانتش عندهم جاي عند التنمر ده، كان لا يعني انا بكلمك في ايه؟ انا ماليش دعوه بالجماهير، الجماهير كل واحد حتى موقفه، حتى الاعلاميين. انما انا بتكلم على كبار الاعلاميين اللي انتفضوا جميعا ينتقدوا، واحنا معاهم انك انت تسيء الى احد، لكن ده مش طيب، مش موضوع اخبار. في الجمهوريه الاستاذ رضوان الزياتي قال لك عن الاهلي والزمالك: فوز الاهلي بلقب افريقي تاريخي من كل الوجوه،
وهو لقب مستحق جاء بجهد وعرق وتخطيط من كل عناصر اللعبة في نادي القرن، بداية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ومرورا بلجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح والجهازين واللاعبين. وبيقول إن ده هو الأصعب وعليه أن يستمر في تميزه وحصده للألقاب القارية. نفس المعنى تقريبا، كمية التحامل على النادي الأهلي والتركيز على سلبيات، وللأسف الشديد أن تخرج من منافس مش من حد تاني. تركيز كامل مع كل تحرك للأهلي. أنا جبت مدرب شأنك إيه تقيمه؟ مالك يعني، ما يعني أنت إيه يعني زعلان أنه كان فاشل من وجهة نظرك؟ اتنين، جبت صفقة، إيه هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ تخصك في إيه؟ يعني تخصك يعني أنت تتمنى يعني تركيز كامل في تسفيه كل ما يحدث في النادي الأهلي، فتكون النتيجة أنت مركز معايا وأنا مركز معايا. مين هيركز معاك؟ أنت مركز معايا وأنا مركز معايا. شوفك انت بقى. فانت لازم يا استاذ ابراهيم الذي ينشغل بغيره مش ممكن هيبني، صعب. طب دي الشهادات المصريه، في شهادات عربيه بقى؟ لا، ده صديقك اليمني العولقي. هذا رجل يكتب في الكره بشكل مختلف يا جماعه. تعالوا نشوف الالفاظ. بشكل مبهر. لا بشكل ومختلف. مبدع يعني. طب نرجع للشهادات العربيه. يعني احنا شفنا صديقك العزيز فايز عبد الهادي الاعلام المصري الكبير طبعا هو الحقيقه له الفضل في انه قدم لي الاستاذ محمد العوالي. والله فايز الله كتر خيره، قال لي معايا هنا دائم السؤال علينا يا ابراهيم. دائم السؤال بيحييك علينا. لانه قال لي شاور لي على الاستاذ محمد العولقي، قال لي خلي بالك من ده. كاتب يمني مبدع يكتب في الكويت، عنده بالنسبه له يكتب في الكويت يا استاذ ابراهيم. كتب في مقاله في موقع توفى الكويتي، ده الاستاذ محمد العوالقي اليمني، يعني مش المصري اللي المفروض يكون هتقوله ده اهلاوي. بصوا على قيمه الاهلي لدى اخوانه وابنائه العرب. الاهلي اهلي واهلك، ده عنوان مقالته. بيقول بقى الاستاذ محمد العوالقي: يجبرك النادي الاهلي المصري في زماننا المكور على الاقتراب من مدينته الفاضله، حد الالتصاق. ففي وضع عربي رياضي مقرف، لم يعد لنا سوى الهجرة إلى مدينة الأهلي الفاضلة اللي في وجهة نظره. حيث شلالات الأفراح والليالي الملاح لا تتوقف ولا تهجر هذا النادي الكبير الذي يظل كريما معنا في هدايا أعياده ونيساناته التي لا تنتهي. جاي بقى أخطر ما يمكن. اتفضل. إذا كنت تعاني من أزمة ضمير أو خلل في الأمانة أو نزيف في المسؤولية، فليس لك إلا الأهلي يحدد الداء ويصف الدواء. وعندما يعانق أنطونيو الأهلي كيلوباترا أفريقيا ويدخلها هودج الزفة في ليلة عرسه الحمراء تسر الناظرين، فكأنه ينهي جفافنا مع حضنا العاثر ويمسح الكآبة عن وجوه عربية تعتليها غبرة وترهقها قطرة. بالنسبة للعبد لله، يعني هو كمال بشار عن نفسه، كلما ألمت بي محنة كروية في زمن انكسارات العربية كرويا، كلما يممت وجهي شطر النادي الأهلي. عندما تفتش في ماضيه التليد والعريق يشرئب عنقك، يشرئب يعلى تعلى قامتك عزة وكرامة. المهم بقى، وعندما تتمعن في حاضر المذهل والمشرق، وكمية من الألفاظ مش هنقدر. هذه دعوة يا جماعة، دوروا على المقالات دي والله صدقوني. هو بيكتب مقالة كبيرة معانا في مجلة الأهلي، دوروا عليها واقروها سواء بتحب او ما بتحبش الاهلي، بس اقرا عشان تعرف الناس بتبص ازاي علينا وبتنتقي. بقى حريص محمد العوالقي على كتابه اسبوعيه في مجله الاهلي، بيعبر فيها عن كل حب وعن بعد لهذا الكيان العربي. انما بيختم يقول ايه بقى بعد مقاله طويله جدا لان مش هنقدر نقراها. ايوه. وفي ظل تراث كروي احمر يحبس الانفاس تقديرا واعجابا بملك افريقيا والشرق الاوسط، لا لوم على الإعلام الأهلاوي عندما يتفنن في تأكيد حبه وعشقه وهيامه بنادي الملايين، فمن لا يرفع القبعة لهذا الكيان العملاق الذي يطعمنا فرحا ويسقينا مرحا في عز انكساراتنا الكروية، لا يفهم حقيقة أن من بنى مصر كان في الأصل أهلاوي. حلواني. هو كاتب أهلاوي. ولهذا ده هو بالإشارة إلى طلعت حرب اللي بنى الاقتصاد المصري. لهذا تبدو مصر كلها وكأنها اكتسب باللون الأحمر ويستمر. ولكن
صديقك الكاتب الكبير صلاح صديقي منتصر. أستاذي والقامة الصحفية الزملكاوية المحترمة التي عندما يتحدث عن الكرة يتحدث بموضوعية، وعندما يتحدث عن الأهلي يقول هذا الكلام. تفضل أستاذ إبراهيم. كتب الأستاذ صلاح منتصر الكاتب الصحفي الكبير في عموده بالأهرام أم كلثوم والنادي الأهلي، وده تأكيد. هو بيحكي طبعا عن وقع في كتاب الفنان الكبير سمير صبري، اللي قايل من ضمن كتابه عن الحكايات انه مره قابل ام كلثوم فسالها لو ما كنتيش هتبقي مطربه كنت تتمني تبقي ايه؟ فقالت له اكون حارس مرمى للنادي الاهلي عشان اذود عن هذا النادي وادافع عنه. فبيقول الاستاذ صلاح منتصر كان هذا الحوار اخر حديث تلفزيوني سجلته ام كلثوم، فبعد عودتها من رحلتها توفيت رحمه الله في فبراير 75 بقدر ما أسعدت وما زالت تسعد الملايين بصوتها، وقالت إن أنا كنت أحب أبقى مدافع في النادي الأهلي اللي بحبه. فبيقول الأستاذ صلاح منتصر تحية ترحم على كوكب الشرق، وتحية للأستاذ سمير صبري على كتابه، وتحية للنادي الأهلي على بطولة أفريقيا. قصة أم كلثوم هو كان كاتبها كمان لمسألة تتعلق مع كتاب سمير صبري، كتاب سمير صبري، وإشارة إلى بطولة أفريقيا. الإشاعة اللي طلعت إن سيدة مصر الأولى جاني سادات كانت منعاها، وقال إزاي الموضوع ده كان إشاعة يعني. بالظبط. إنما هي فكرة بقى اللي يهمنا الجزء اللي يخص الأهلي، الناس اللي تطلع تصنف الجمهور. وإحنا قلنا لكم قبل كده مرارا وتكرارا، كل الناس على شأنها أو قل لها ان تفخر ان هي بتحب النادي الاهلي، مع الاحترام للجميع. مش الاهلي اللي بيفخر ان سين وصاد اهلاويه، سين وصاد وعين ودال وغين وكل الحروف الهجائيه هي اللي بتفخر ان بتحب النادي الاهلي. عشان كده ما وقفناش كتير مع اللي قال كلام زي ده، لكن اللي قال الكلام ده الاستاذ صلاح منتصر الكاتب الزملكاوي الكبير. انت عايز تعرف علاقتها ابتدت بالاهلي ازاي؟ في يعني اتفضل. هو يعني الاستاذ رحمه الله عليه استاذنا الكبير فكري اباظه حكى القصه دي. قال ام كلثوم اهلاويه متحمسه كانت تساهم في حياة حفلات النادي الاهلي سنويا. أيوة. وكانت ترتدي الفستان الاحمر، تمسك بالمنديل الاحمر، وعندما احيت حفل كبير لعام 56 تغني للنادي الاهلي كانت تغني ايضا بالفستان والمنديل الاحمر، شأنها شأن كل الحفلات. وفي عام 53 قرر النادي الأهلي في جلسته منح أم كلثوم العضوية الشرفية. شوف بقى كانت بتمنح لأسباب شكلها إيه، بسبب تمويلها بناء حمام السباح من إيراد حفلتين كانوا ليها على مسرح النادي الأهلي، وكان إيراد حفلها في النادي الأهلي 15,000 جنيه، كانت ترفض أن تتقاضى. دي هي مع فكري أباظة. فهي كان يعني الست دي الحفلة بتاعتها كان بتجيب 15,000. بص هما حفلتين جابوا 15,000. قال الدوب بتوع حمام السباحه وانا مش هاخد حاجه. اهي ام كلثوم عضو شرف في الاهلي مدى الحياه. اذا هذه العلاقه ده قرار مجلس على فكره هي وكا. انسانه منتميه. لما تشوف بعد كده مصر لما احتاجتها غنت للمجهود الحربي ولفت الوطن العربي تجمع فلوس عشان تدعم المجهود تسليح الجيش المصري. طيب يعني وبنات الاهرام في سالف الدار كفون الكلام عند التحدي، وبيحكي فاللي طبعا بتحب ام كلثوم يكفيه. لكن كمان بصوا كل نجوم الطرب والنغم وكبار القمم المصريه ازاي كانوا بيحبوا النادي الاهلي وبيقدروه. انا بس القصه بتاعت منحاها وسام الكمال، لان من وجهه نظر فكر اباظه قال لنا وجهه نظر سياسيه عميقه جدا. كان في علاقه او متوتره علاقه الملك فاروق بالانجليز، لدرجة انه مانعين ظهوره في الاعلام، يعني ما حدش يتكلم عنه. فمصطفى امين كاتب الصحفي الكبير كان عضو مجلس ادارة النادي الاهلي بالمناسبة. مصطفى امين احد اهم العلامات البارزة في تاريخ الصحافة المصرية، اقترح فكرة انه طب ما تيجي الملك يحضر حفلة ام كلثوم في النادي الاهلي، فهيظهر الملك والانجليز مش هيقدروا يمنعوا ظهوره. فظهر يا باشمهندس، دخل النادي الاهلي ومنح ام كلثوم وسام الكمال، وقالت بعد كده ما كان للكمال في مكايده للانجليز من خلال النادي الاهلي. اذا وقالت ام كلثوم ما كان للكمال ان يكتمل الا لان الحفل في النادي الاهلي. وبصوا بقى الايام الاخيره كان ذكرى رحيل الفنانه العظيمه الكبيره الراحله شاديه. ف
فنانة شادية كانت عضو في النادي الأهلي، ده هي عضو منتسب، ده كرنيه الفنانة شادية عليها رحمة الله في عضوية النادي الأهلي. وده عبد الحليم حافظ. الكرنيه ده لقوه في الشارع. في سيدة ماشية في الزمالك. تصور. لقيت يعني كرنيه عبد الحليم حافظ عضوية الأهلي. دي الحاجات دي هتتحط في متحف يوما ما قريب بإذن الله. والناس هتشوف النادي الأهلي بقى بكل اللي بنحكيه ده وبتاريخه. الحقيقة حاجة جميلة جدا. وشادية ورقمها 787 رقم الكرنيه. شادية بالمناسبة يا جماعة من أسرة أهلاوية، تمتد صديقنا العزيز خالد شاكر. طبعا خالته أو عمته. عمته خالد شاكر اللي هو أنشأ أول رابطة لتشجيع النادي الأهلي، وهو الراجل موجود كان في جبهة إنقاذ الأهلي وموجود، ربنا يديله الصحة حتى الآن. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس تانية هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم في كل ما سبق من الغربال في حاجات كتيرة مهمة، لكن دايما وأبدا الكلام الأهم بعظمة لسانه. ولو على الفار تعالوا نتحاسب، بس للأسف مش هنقدر نجيب نص الرسالة، نص الرسالة الصوتية اللي الأستاذ مدحت العدل بعتها للأستاذ عمرو الجنايني، وموجودة على كتير من السوشيال ميديا وعلى بعض المواقع. لما تحتويها من ألفاظ تستغرب إنها تطلع من واحد زي لكن ما فيها من ألفاظ ما ينفعش أبدا لا تتعرض، ولا هنقدر نحط التيت، ولا هنقدر نتدخل. لكن ما يهمنا فيها بخصوص النادي الأهلي، هو واحد زملكاوي بيخاطب مسؤول زملكاوي من وجهة نظره، بيقول له ما ينفع وما ينفعش، لكن علاقة النادي الأهلي بالموضوع إيه؟ وده اللي احنا بنتكلم عليه. الناس تتكلم قدام الشاشات على نبذ التعصب وعلى 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 والكلام الحلو جميل قوي، وساعة الجد الكلام تلاقوه بهذا المستوى وبهذا الشكل. دافع عن ناديك، اتكلم عن ناديك، عبر عن رغبتك، عن حرقتك، عن لهفتك لناديك، ده ليك كل الحق الطبيعي. لكن واحنا بنتكلم بقى على التعصب، وبنتكلم على الاحتقان، وبنتكلم على التحفيل، ينفع الكلام ده يتقال عن النادي الاهلي؟ ينفع؟ والرسائل موجوده ومتداوله، ومن شخصيات ليها تاثيرها في مجتمعها. مش هنقدر نجيب اي شكل من اشكال ومستوى الكلمات، لكن ما يقال فيه هي لجنه الحكام الكذا، لامتى هتفضل تشتغل للنادي الاهلي بس؟ لامتى هتفضل معرفش ايه للنادي الاهلي؟ لامتى مش هتحسب ضربات جزاء على النادي الاهلي؟ والوزير في الرساله التاليه، والوزير يقدر يحل مجلس اداره النادي الاهلي او يقدر يعين لجنه في النادي الاهلي زي ما عين في الزمالك؟ وبرضو الدفع بالنادي الاهلي. يقدر يا باشمهندس. استاذ ابراهيم يقدر، والوزير على فكره محلش مجلس اداره الزمالك، الوزير بيباعت النيابه بتحقق، فغلى يد القائمين علشان شفافيه التحقيق، وعمل لجنه تبقى هي اللي موجوده خلال هذه الفتره. هذا كلام ما فيش، يعني انت عايز تقفز على الاحداث انت حر، انت حر في نفسك، لكن يقدر. ده النادي الاهلي طلب ان هو يتحقق معاه في وقت من الاوقات. طيب خلينا نقول لكم الاول، يقدر الوزير ولا ما يقدرش؟ وايه علاقة ان انا اروح نادي الزمالك او اي نادي الاقي فيه مشكلة ما، في مخالفات ما، في وضع قانوني يحتاج للتصويب، يدخل النادي الاهلي؟ طب النادي الاهلي يا سيادة الاستاذ مدحت، وزارة الشباب والرياضة، وده البيان بتاعها، هي فتشت على نادي الزمالك بس، لان انتوا بدأتوا تصدروا للجمهور انه نادي الزمالك هو المقصود والمستهدف. طب ما التفتيش تم في النادي الاهلي، انتوا مش عايزين تفهموا ومش عايزين تاخدوا بالكم ومش عايزين تصارحوا الناس بالحقيقه، انه هذه اللجان اللي الوزاره شكلتها واللي خدت صفه الضبطيه القضائيه جت للنادي الاهلي واعملت كل اعمال التفتيش على النادي الاهلي. وقالت الوزاره، وزاره ده البيان الرسمي بتاعها، اعلنت وزاره الشباب والرياضه ان انديه الاهلي والزمالك والصيد والجزيره والاتحادات الرياضيه ابرز الهيئات التي تخضع للتفتيش بدايه الاسبوع المقبل،
في ضوء التنسيق الذي يجريه الدكتور أشرف صبحي مع مختلف الجهات المعنية بالدولة. يعني الكلام ده تم في النادي الأهلي وبمنتهى الشفافية. الوزارة عندها أي ملاحظات على الأداء في النادي الأهلي عليها أنها تقولها، لكن لما يكون أداء النادي الأهلي على هذه الدرجة من الوضوح والسلامة والاحترام ما تربطنيش بحد. والانضباط آه، ده من أول يوم الكابتن خطيب ما فيش حاجة بيعملها لما بيسأل الجهات الرقابية. يعني هو 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 يا أستاذ مدحت، أنت عايز اللجنة تخش النادي الأهلي ما تلاقيش حاجة، ثم تحوله للنيابة. هو كون النادي الأهلي ما يتحولش النيابة يضايقك؟ هي في دي فيها اشمعنى؟ ما فيهاش اشمعنى، انا ما عملتش حاجه. هو طلع قال لك ده احنا اللي قلنا له يعمل يافطه نادي القرن، احنا اللي قلنا له دافع على حق نادي القرن. الزمالك وضرب الخارج او الداخل دي مش بتاعتنا، مالناش دعوه بدي. يا سيدي برافو عليك، هو كلها دلوقتي الناس كل واحد عايز يكسب لقطه قدام جماهير، هو حر. ولكن انا بتكلم ما يخص النادي الاهلي لحضرتك، تفضل يقدر قدر وبعت، ما لقاش حاجه خلاص، ما يقدرش يحيل حد للنيابه، ما عندوش حاجه، هو اللي هنا اللي ما يقدرش اي حد. القانون بيقول كده، المنطق العقل سلامه الاجراءات بتقول كده، انما كونك انت عندك ملاحظات شايف انها تتحول للنيابه ده كلام نيابه، اوعى حد يخش في الحته دي، هيلاقي نفسه في مواجهه النيابه. صحيح. النادي الاهلي ده هو اللي طلب زي ما المهندس عدلي اشار يوما ما بمنتهى الشفافيه والوضوح والحرص من الكابتن محمود الخطيب على نزاهه النادي الاهلي وسمعته. لما الرغي زاد بعت للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وقتها في 27/5/2008 برجاء التفضل بتشكيل لجنه ماليه وقانونيه للتفتيش على النادي. والمدهش انه ما اتحركش، تعالى هو اللي اتحرك. المهندس خالد عبد العزيز ما اتحركش لانه ربما كان عنده ثقه انه الاهلي سليم الموقف. لا انا 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 بقول لك، بص انا كلمته قلت له يا فندم من فضلك عندك جواب ما تحركوا، ما تحركوا، الدنيا عماله تغلي وانت يا الاهلي مدان يا مش مدان. ما يمكن وقت ما اسعفوش. طيب جه الدكتور اشرف صبحي تولى الوزاره، بعت اللجنه، تم توسيع شكل اللجنه ومستواها والتمثيل القانوني فيها من كافه الجهات الرقابيه في الدوله، كانت ضمن هذا بما فيها النيابه، ده نيابه الاموال العامه والرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش المالي والاداري في وزاره الشباب والرياضه، كل ده جه. وبعد كده يا استاذ مدحت يا عدل، هذه هي شهاده معالي النائب العام بحق سلامه ونزاهه الموقف في النادي الاهلي اللي انت بتقول اشمعنى وهل يقدر وما يقدرش. ما يقدرش لان الاهلي ما فيش على راسه بطحه وما عليهوش اي مشكله. النادي الاهلي صدر اصدر النائب العام وقتها بعد هذه التحقيقات هذه الشهاده في ابراء الذمه، وانه انتهى التصرف في القضيه كذا باستبعاد شبهه جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم كذا. خش على الفار، ده النادي الاهلي. خش على الفار بقى عشان نلحق ايه. طب النادي الاهلي الفار ايه؟ عشان ايه الفار يا سيدي؟ عشان الفار حسب انه ضربه الجزاء بتاعه الاتحاد الخطا ارتكب بره الخط مش جوه الخط. كان لازم، طب ما لما تتعاد الفار هو اللي بيقول ان الخطا بره ال 18. بس هو الفار دلوقتي بقى اهلاوي؟ عشان كوره في الاتحاد السكندري بقى الفار اهلاوي، والاتحاد الكوره او عمرو الجنايني ولجنه الحكام اللي كذا هي اللي عامله الفار عشان الاهلي. طب بلاش يا سيدي، هفكرك بالاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره في نادي الزمالك. اول ما اتعمل الفار والزمالك استفاد منه ايما استفاده، كان تقديره للفار ايه؟ نفكرك. الفار اللي اتحاد الكوره وعد بيه ان هو يبدا من بدايه الموسم، بدا في نص الموسم وكان اوريدي النادي الاهلي خلاص يعني خلاص قدر ان هو يعمل الفارق اللي احنا بنعرف ان هو عمله ازاي، الفارق اللي في النقط يعني انت عايز تبدا موسم يا تبداه بفار، ما تجيش بقى بعد لما يبقى الفرق 18 نقطة تقول والله يلا يا جماعة أصل إحنا الفار. ما علينا، مش عايزين نتكلم في النقطة دي، بس أنا بقول لك إن لو ما كانش حصلت الظروف دي كلها كان نادي الزمالك هيبقى بينافس على الدوري على المركز الأول. حيرتونا، حيرتونا حقيقة. لو الفار ابتدى بدري شوية كان زمان الزمالك بينافس. لكن أنا عايز أقول حاجة بس للأستاذ مدحت برضه، هو عشان خلينا في الأحداث القريبة، في نفس اليوم أو قبليها بثلاث أربع أيام مباراة النجوم مع
مع نادي الزمالك في الكاس، هي ضربه الجزاء في سي مصر، تقصد في سي مصر في الكاس، هي ضربه الجزاء في الوقت المحتسب بدل في الوقت الاضافي اللي اتحسبت للزمالك. الفار شفف ازاي؟ هي كانت من جوه ولا من بره؟ كل مصر قالت انها كانت من بره واتحسبت، بس الفار ساعتها كان ابيض. ضحى هو كوخ بس لما بيحسب حاجه شايفينها النادي الاهلي. وليد الكابتن وليد شعبان وهو حكم سكندري وراجل بيكتب باحترام قوي وعنده ضمير وحس كده فهو طلع في احد البرامج يعني اتكلم وقال لهم لا الكوره من بره. يعني اصل في حاجات ما تقدرش لو قلت عكسها الا ان تفقد مصداقيتك. بالظبط بالظبط، مش تقدير. طيب ده انت بتتمنى جغرافيا. انت بتتمنى ان كانت تبقى من جوه، ده موضوع تاني. لكن مش معنى كده ان القرار غلط. اذا والاهلي ياما ياما السنه دي في الفار ما اتحسبلوش حاجات. طب ما تيجي نشوف حساب الفار، وزي ما قلت لكم من الموضوعيه ومن الامانه مش هنستند الى راي اهلاوي. امير مرتضى كان مشرف الكره في نادي الزمالك يا استاذ مدحت. الناقد الرياضي خالد طلعت راجل زملكاوي مش اهلاوي، عمل احصائيه لحجم التعامل مع الفار السنه دي، حجم استفاده الاهلي واستفاده الزمالك وتاثير الفار على الاهلي والزمالك في حصاد الموسم. ده زملكاوي يعني حتى نخاع. نشوف بس راجل نشوف شغلته. الاهلي والزمالك قبل وبعد الفار. طيب بالزبط. الاهلي قبل الفار خد 6 ضربات، بعد الفار خد 6، يبقى تقريبا هو اهو. طيب قبل الفار ما اتحسبش عليه ولا ضربه جزاء، بعد ما طبقنا الفار في الدور الثاني اتحسب على النادي الاهلي 3 ضربات جزاء. تمام، فده بيدي مؤشر ان الفار شويه بقى خلى ان في ضربات جزاء تتحسب على النادي الاهلي. بعد الفار في 4 حالات طرد. بالظبط، قبل الفار كان حاله طرد واحده بس. العكس هنشوفه في الزمالك، الزمالك قبل الفار خد 5 ضربات جزاء، بعد الفار خد اكتر، خد ست. ضربات الجزاء عليه قبل الفار 3 اكتر، بعد الفار قلوا بقوا 2 بس. ايوه بس مش ده حالات الطرد للزمالك قبل الفار 3، بعد الفار بقوا طرد واحد بس. فالفار بعد ما اتطبق النادي الاهلي استفاد، يعني الزمالك استفاد من الفار استفاد اكتر، استفاد من الفار بشكل كبير. تمام، يعني سواء في ضربات الجزاء، في الطرد ليه، في الطرد عليه. تمام، الزمالك انا ده لا يعني لي اي شيء بالامانه. يعني الجدول الجاي ممكن يعنيك بقى. طيب الجدول الجاي ده بقى الملخص بتاع الموسم. ماشي. قبل الفار وبعد الفار. يلا. النادي الاهلي قبل الفار لعب 16 مباراه، 16 مباراه كلهم فوز. كسب 16 مباراه، مفيش تعادل، مفيش هزيمه، خد ال 48 نقطه كده زي ما نقول شافي متشافي، 100% من النقاط النادي الاهلي حصل عليها. تمام. الزمالك قبل الفار لعب 16 مباراه، كسب 9، تعادل 4، خسر 3، خد 31 نقطه فقط بنسبه نقاط 64%. تمام. طيب بعد ما الفار اتطبق في الدور الثاني او قبل الدور الثاني بمباراه حصل ايه؟ النادي الاهلي اللي كان محقق 100% من النقاط، 18 لاعب 18 مباراه كسب منهم 12 بس، لانه حسم الدوري خلاص والموضوع بقى عادي. انت شايف كده ممكن يعني وفايلر مش مركز. طيب العكس يعني الاهلي بعد الفار بعد ما كانت نسبه نقاطه 100% بقت 76%. الزمالك العكس قبل الفار كان واخد 64% من النقاط، الزمالك بعد الفار خد 74% من النقاط. طيب الفرق بين طيب. الاهلي والزمالك بعد الفار من ساعه ما طبقنا الفار، الاهلي خد 41 نقطه، الزمالك خد 40 نقطه، فرق نقطه واحده بس بعد طيب. الفار. قبل الفار كان فرق 17 نقطه لصالح النادي الاهلي. ماشي. فالفار ادى شويه قوه للزمالك، خلى الدوري فيه منافسه شويه، نزل نتائج النادي. كم انت جميل يا فار عندما تنحاز او عندما تحقق مصالح للاخرين. ولكن هو مش عايز كده، هو مش عايز ان الفار ينصف الاهلي في حاجه. هو مش عايز الاهلي ياخد حاجه. لا فار ولا قطه. وبعدين انت بالفار مش بعد الفار، ما الاهلي متصدر هنا وهنا على راي الاستاذ خالد، يقول لك كان الاهلي حسم الليله وفايلر بيع الليله ورغم كده هو ده ال 41 من غير خصم النقاط. ده بعد الفار فرق الاهلي عن الزمالك زي ما خالد طلعت حاسبها نقطه، بينما فرق الاهلي عن الزمالك في اجمالي الموسم 21 نقطه. يعني ال 20 نقطه دول يا استاذ مدحت برضه عشان ما حدش يربطوا في رجل الفار. اصل بص اللي عايز يهبد معاك هقول لك، ما هو اصل قبل الفار هتقلب نغمه ثانيه. كان الاهلي ما مش عارف ايه. لا 21 نقطه يا استاذ. وعلى فكره التفسير الفني هو اللي قاله مهيب، قال له الاهلي في ال 16 ماتش اللي قبل الفار كان في قمة مستواه، أربعات وخمسات وكل الناس بتقول إيه الأداء ده، كان محتاج لفار ولا إيه الأداء ده. مفيش يعني هتقول لي ماتش في شو يعني مفهوش جدارة واكتساح، لأن كل الأرقام بتقول كده.
اللي عايز يريح نفسه يقول الحاجه اللي عايشها ويعيش في هذه الشرنقه، شرنقه المظلوميه. خليك في المظلوميه وخليكم معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا ردنا بما يكفي على موضوع الفار بالحقائق والوسائل. كان عندنا يعني عشرات الامثله. كان ممكن يا استاذ مدحت يا عادل مفكرك وانت بتقول الفار ما بيعملش الا لا، نقول لك لا يا سيدي، الفار ما طردش محمود علاء وهو بيصفى لاعب اسوان، لكنه طرد قالوا ديانج في مباراه وادي دجله، والفار هو اللي طرد احمد فتحي وحسن بنالدي للاتحاد. ده الفار وما خفي كان اكثر. لكن الفقرة الأخيرة اللي بتدعو للزهو بقيم ورموز النادي الأهلي دايما وأبدا، اللي أضاءوا الطريق عبر كل العقود والعصور للنادي الأهلي دائما، هي الشموع الحمراء. الشموع الحمراء اللي وصلت النادي الأهلي إلى ما هو عليه الآن. المهندس مراد فهمي أهلاوي ساهم في نشأة الكاف، عشان الناس اللي بتتطاول وبتتكلم تعرف انه لما الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا اصدر نتائج التحقيقات واوقف وعاقب ومنع احمد رئيس الكاف، الكل تذكر بالخير الراحل الجميل النبيل العظيم الشاب عمرو فهمي. حتى الاستاذ جلال دويدار الكاتب الصحفي الكبير كتب مقالته في الاخبار في انصاف عمرو فهمي، وانه ازاي هذا الشاب المصري كافح الفساد وكان جريء جدا وهو في موقع المسؤوليه في الاتحاد الافريقي انه يقدم بلاغاته ضد وقائع فاسده موجوده. للاسف الشديد وصفه نفس الشخص الذي فجاه تحول الى يعني شيء الفاسد ابن الفاسد مش عارف ايه في احد تويتاته، نفس الشخص مدحت العدل اللي بيبهرنا كل يوم بجانب من شخصيته ما كناش شايفينه. صحيح. استاذ جلال دودار زي ما قلت لكم في انصافه العمر فهمي فكرنا مش بس بالمهندس مصطفى فهمي والد عمرو، المهندس مصطفى اللي وصل رئيس قطاع المسابقات بالفيفا، لا ده الاب بقى مراد فهمي عيله كرويه كبيره. بص في عائلات كتيره، اباظه، فهمي، سليم، خشبه، الشريعي، عائلات كتيره، شعير، عائلات كتيره جوه النادي الاهلي لعبت وساهمت في اللعب وفي الإدارة بأكثر من عنصر، لكن مراد فهمي تحديدا إسهاماته في تطوير الكرة المصرية وإنشاء الاتحاد الإفريقي ثم الضغط على الأندية المصرية أو إقناعها بالمشاركة في البطولات الإفريقية. تخيل نادي البطولات الإفريقية انطلقت 63 حتى 76 الأهلي بعيد عنها، الأهلي بعيد عنها، ونتيجة يعني قناعات المهندس مراد فهمي استطاع أن يقنع مجلس الإدارة بالمشاركة. تخيل أنت 14 سنة الأهلي لا يشارك في البطولات، رغم كده يختم القرن بلقب نادي القرن. المهندس مراد فهمي رئيس شرف النادي الأهلي، نبذ عنه في هذا التقرير. إذا كان الراحل عمرو مصطفى مراد فهمي هو آخر من ساهم في محاربة الفساد بالكاف بتسببه في إبعاد أحمد عن الكاف لمدة 5 سنوات، فإن جده الراحل مراد فهمي الأهلوي الكبير قد ساهم في نشأة الكاف وظهوره على مسرح الحياة عام 1956، وبينهما المهندس مصطفى مراد فهمي الابن لمراد فهمي والأب لعمر. مراد فهمي اسم كبير في دنيا كرة القدم والإدارة، تعرفه جماهير النادي الأهلي بصفة خاصة والجماهير المصرية بصفة عامة. مراد فهمي الذي ولد في الأول من يوليو عام 1910 بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولعب للفريق الأول في الفترة من عام 1930 وحتى عام 1938، وبعد اعتزاله اللعب تولى مهمة مدير الكرة بالنادي الأهلي، ثم ترأس منطقة القاهرة لكرة القدم،
وكان عضوا بمجلس اتحاد الكرة المصري في الفترة من 1943 وحتى عام 1968، وسكرتيرا فخريا للاتحاد المصري من عام 1960 وحتى عام 1968، وتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر وقاد الفراعنة للتتويج بأول كأس أمم إفريقيا في التاريخ عام 1957. بعد تقاعده من التدريب أصبح مراد فهمي عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتولى منصب السكرتير الفخري للاتحاد الإفريقي في الفترة من عام 1961 وحتى عام 1967، قبل أن يتولى منصب أول سكرتير عام متفرغ للكاف في الفترة من عام 1967 وحتى عام 1982، كما تم اختياره عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسا شرفيا للنادي الأهلي، ومنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الذكرى المئوية لتأسيسه وسام الاستحقاق الدولي تقديرا لجهوده في خدمة كرة القدم بالقارة الإفريقية. ويذكر للمهندس مراد فهمي أنه نجح في إقناع مجلس إدارة النادي الأهلي عام 1976 بالمشاركة في البطولات الإفريقية التي لم تكن مجدية من وجهة نظر مجالس إدارات النادي منذ انطلاق البطولة عام 63، وهو ما سمح لأندية الأولمبي والإسماعيلي وغزل المحلة بالمشاركات الإفريقية قبل الأهلي. ومن المواقف التي لا تنسى واتسم فيها مراد فهمي بالحيادية والنزاهة موقفه مع النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 1981، حيث تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة، وبعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وقتها رفض سكرتير عام الكاف وابن النادي الأهلي لاعبا وعضوا بمجلس إدارته تأجيل مباراته أمام فريق جيت تيزي أوزو الجزائري شبيبة القبائل حاليا لمدة أسبوع واحد حتى تعود الحياة لطبيعتها ويتم إلغاء حالة الطوارئ، ووافته المنية ويرحل عن عالمنا في الأول من سبتمبر عام 1983 أثناء حضوره اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أبيجان. سيظل مراد فهمي ومن بعده نجله مصطفى مراد فهمي ونجله الراحل عمرو مراد فهمي أسماء لامعة في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية. لا نتحدث عن وجهات نظر، لا نقول كلاما مرسلا، ولكن موثق. شفتوا الشياكة، شفتوا الجمال، شفتوا العظمة، شفتوا خلي بالكم كل واحد شفتوه بسرعة في الصور دي هو أحد الشموع الحمراء، وحنقول لكم قصته. ولكن مراد فهمي الذي بدأ مشواره هو من أحد هؤلاء، هذه العقول اللي دايما تسبع عصرها وأحلامها تسبع عصرها، ولكنه يلحق بأحلامه ويحولها إلى واقع. أنشأ الاتحاد الإفريقي، سعى أن تشارك الأندية المصرية وخصوصا الأهلي وبعديه الزمالك وفي قبليه الإسماعيلي طبعا والمحلة، ولكن عشان يدي زخم للبطولة الإفريقية وسكرتير الاتحاد الإفريقي كان لازم الأندية المصرية الكبيرة تشارك. هذه العقول هي اللي بتطور، هي اللي بتحول الأحلام الصعبة إلى حقائق، هي اللي بتقود. يعني ينشأ الاتحاد الإفريقي ويؤسس مصر، جنوب أفريقيا، أثيوبيا، السودان في البداية، وهو ما فيش حاجة ما عملهاش. يعني لعب وأدار ومرن وفي النادي الأهلي وفي المنطقة وفي الاتحاد وفي الاتحاد الإفريقي، وينشئ الاتحاد الإفريقي. ثم المواقف النبيلة بقى، الأهلي بيوصل للدور قبل النهائي في 81 وكان في حالة فنية عالية جدا، وتحدث الفاجعة باغتيال الرئيس السادات. الأهلي يطلب التأجيل لمدة أسبوع حتى الجميع تجاوزوا هذه اللحظة ونشوف الدنيا هتعمل ايه، ويقدر النادي الاهلي يسافر الاول الى الجزائر ثم يعود. ولكنه امعانا في الحيدة، امعانا
في المصداقية والشفافية، وإن المسؤولية عندما يتحملها أحد لا ينظر إلى انتماءاته، رفض هذا التأجيل، فاضطر الأهلي للاعتذار عن الاستمرار، مع إن عنده حاجة اسمها الفورس ماجير أو السبب القهري. هذه العائلة التي بدأت بمراد فهمي تنتهي مرورا بمصطفى فهمي إلى الراحل عمرو فهمي الذي كشف الفساد وأنصفه الزمن عشان يتقال عليه الفاسد ابن الفاسد، عشان نقول لكم هذه عائلة عريقة ونبيلة تنضح بالشفافية والمسؤولية والطهارة، والأيام أنصفت الجميع. إبراهيم، ألف رحمة ونور على عمرو وعلى المهندس مراد فهمي، وأطال الله في عمر الأهلاوي الكبير والمصري الوطني العظيم المهندس مصطفى فهمي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بشموعه الحمراء الكثيرة بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. السلسة يا أهلي، تصبحوا على خير.